السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا عند الأهرامات، هنلف في جولة كده عند الأهرامات ونخش جوه الهرم إن شاء الله ونشوف أبو الهول ونلف كده شوية. تابعونا بقى. احنا دلوقتي عند الهرم الكبير أهو، حوالين الهرم أهو، مفيش سياح. هنقرب منه دلوقتي واحنا ماشيين. اهو شكل الهرم اهو. الهرم الاكبر احد عجائب الدنيا السبعة، متكون من 2,500,000 حجر، وكل حجر يزن حوالي 2.5 طن. شوف، معجزة معمارية جبارة جبارة. بنصح الناس اللي ما راحتش الهرم تيجي وتزور. هنقرب دلوقتي منه، من الحجارة بتاعته، ونشوف الحجر بجد قد ايه. دي الحجارة احنا ماشيين عشان بس الارض ايه، عشان اللي هيقول الموبايل بتهز. ده الهرم، ودي نصايح للناس الناس هاي، ممنوع تسلق الهرم، ممنوع تدخين داخل المقابر وكده، هذا احنا شايفين ممنوع تسلق الاهرامات، ممنوع تدخين. ده اهو الهرم اهو، هنطلع دلوقتي، هنحاول نطلع فيه عليه دلوقتي اهو. احنا دلوقتي طالعين على السلالم جوه الممر. طالعين احنا دلوقتي على حجارة الهرم اهو، زي ما احنا شايفين الهرم فوقنا، الهرم فوقنا اهو. شوف الناس من حوالينا، احنا جوه اهو، احنا طلعنا بنتسلق الهرم اهو، بنتسلق احنا كده اهو، بنطلع في الهرم اهو، على الهرم اهو. ودي ناس كمان شايفين اهو في الهرم فوق اهو، زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم احد عجائب الدنيا السبع، وبتكون من 2,500,000 حجر، وكل حجر يزن 2.5 طن. الهرم صور يا عم، اتنين يا عم، صور 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 يا عم، صور يا حبيبي صور. اهو دي سلالم بنطلع عليها، وده الناس من تحتنا اهي، صور. آثار مصرية مهدور حقها والله.
وده سعر التذكره بتاعه الدخول، يعني الدخول جوه ساحه الهرم زي ما انت شايف كده لها سعر، وسعر الدخول للهرم جوه نفسه جوه المقبره سعر تاني. ده أقصى مكان ممكن نتسلقه في الهرم. هنا ممنوع التسلق، وهتلاقي في هنا باب حديد اهو بيقول لك ممنوع التسلق. قاعدين على حجارة من الهرم. واحنا على الارتفاع ده من الارض شوف الناس، وهنا المناظر. شوفوا يا جماعة الهرم ارتفاعه المفروض 150 متر، بس مع عوامل التعرية وكده ده 146 متر. وده طارق صاحبي، طارق طارق طالع اهو. احنا يا جماعه في لحد الان ناس لسه ما زارتش الاهرامات، فمعانا طارق اهو، فالمفروض ينصحكم نصيحه. يعني يا جماعه بنصحكم نشوفوا الاهرامات لان حاجه تاريخنا من التاريخ يعني وكده. هو انت مكسوف من التاريخ واجدادنا الفراعنه من الاهرامات طبعا، مش حاجه سهله. من عجائب الدنيا السبعه كمان، الدنيا السبع. يعني حاجه عمل هندسي عبقري لحد الان ما اتعملش زي ولا هيتعمل زي. هشام ابن خالتي اهو برضه معايا في الهرم وبيقدم مصالح للمصريين اللي موجودين. يلا قول حاجه للناس اللي ما زارتش الهرم. ما تبقاش تطلعوا عند الهرم عشان الهرم ما يعوركو. وايه احنا دلوقتي قاعدين وسط كنياسين كده. الشرطه نزلتنا اهو، واحنا دلوقتي هنروح نتجه دلوقتي لهرم خفرع ونتفرج ونتفرج عليه. احنا دلوقتي نازلين من الهرم. احنا كده بقول لك اهو احنا نازلين من هرم خوفو، وهنركب دلوقتي ونتجه لهرم خفرع. هما يبانوا ان هما جنب بعض، بس هو المسافه بينهم وبين بعض مشوار يعني. احنا دلوقتي نزلنا من الهرم اهو، وفي اتجاهنا الهرم خفرع، وهنروح دلوقتي. وطارق معانا اهو. يا محمود وده برضو زي متحف كده او زي معبد اهو، هجيبه دلوقتي ورايا اهو. ده اللي في المكان البعيد اللي ورايا ده، ده المكان اللي انا بقول لكم عليه، زي متحف كده، زي مكان او معبد او حاجه كده يعني. اهو موجود ده الهرم بقى.
شوف الهرم كبير يا جماعة، كبير، قاعدته كبير. وده مكان كده زي ما يكون مثلا، احنا دلوقتي ورا الهرم اهو، ده المكان اللي احنا رايحينه دلوقتي. احنا شايفين ورانا اهو زي غرفة معابد او كده. اهو غرفة معبد دي بتبقى جنب هرم خوفو موجودة اهي. ودي اوضة برضو، ودي مكان تاني اهو جنب هرم خوفو. يعني احنا اهو في المكان ده لو لفينا كده كده احنا اهو جنب هرم خوفو على طول اهو، بينهم وبين بعض حوالي 50 متر كده ولا حاجة موجودين. بصراحة مش عارف المكان ده ايه بصراحة، يعني انا جيت هنا بس ما جيتش هنا قبل كده يعني اهو. وده احنا دلوقتي متجهين لهرم خفرع، هنمشي اهو لهرم خفرع. هو هرم خفرع ورانا ده، ده خوفو، خفرع التاني اهو اهو بعيد، يعني ما يغركوش الصورة، هو بعيد. احنا هنمشي دلوقتي ليه، مسافته بعيدة على فكرة، يعني في طريق هوريه لكم بعربيات اهو بيوصل ليه اهو. ده الطريق اللي احنا ماشيين عليه، عربيات بتمشي وكده، يعني شوف هتلاقي فيه حناطير وعربيات وشيء من هذا القبيل. احنا دلوقتي ماشيين جنب هرم خوف، متجهين لهرم خفرع اللي هو بص لو هنلف اهو، ده اللي احنا ماشيين ده هرم خفرع. احنا دلوقتي ماشيين في هرم خوف اهو، وده هرم خفرع اهو احنا دلوقتي رايحين له. احنا دلوقتي اهو رايحين ناحيه هرم خفرع، وهنخش الباب من هنا طار من هنا. هو اللي ورانا ده خوف، واللي ورانا خوف. هرم خفرع احنا ده تقريبا دلوقتي داخلين البوابه. فين بقى البوابه؟ ما اعرفش البوابه منين يا باشا. بابه الهرم هنا دي، طلع لنا بقى، حط تذكرتي. احنا داخلين اهو تذكره الهرم، نخش جوه الهرم من جوه. على فكره انا اول مره اخش، يعني انا جيت هنا اول مره اخش، وتقريبا مفيش تصوير. استنى بس اما نقرا اما نشوف ايه اللي موجود في اليافطه دي. اليافطه موجوده اهي، مجموعه الهرميه الهرم خفرع، الاسره 2520 الى 2494 قبل الميلاد. المدخل والممر، وده مدخل الهرم. هندخل دلوقتي الهرم، ده مدخل الهرم زي ما احنا شايفين. هنخش، استنونا بقى. احنا داخلين الممر اهو الهرم، ممر صعب كده، حاجة عذاب. حر مطر على فكرة. الله العظيم حر حر بقى. شوف احنا لازم نوطي الفتحة كده زي ما احنا شايفين. ادخل يلا يا طارق، تعالى. طيب هنا على جنب، تعالى. الممر صعب جدا، خد بالك في واحد زي ده.
دلوقتي داخل سرداب جوه اهو، وده سرداب تاني اهو، شوفوا عامل ازاي هنا. طبعا الجو حر جدا عندنا. اه والله الجو حر، ولسه طالعين سرداب تاني كمان. شوف احنا ماشيين موطيين. استنى هشوفه اوريكم اهو، اهو طالعين طلعه صعبه جدا، بس الطلعه اوبا كنت هتعذب. بص بص هو السرداب عامل ازاي، سرداب سرداب عزيز، شوفوا سلالم صعبه. بنهج استنى بس خش، يلا احنا داخلين جوه سرداب البتاع اهو، وطلع عمال يرقص. الله يرحمه عزبنا معاه يا اسطى، لازم نخش الاولاني ده، هنخش الرحله الجايه بقى وعليك. هم ماشيين في السرداب غريب. هي دي بقى الغرفه بتاعت الهرم من جوه، موجود كلام انا مش عارف معناه اللي هو فوق ده، حتى ما فيش حاجه هيرديفي خالص. هي غرفة كده، استنى ما نخش نشوف ايه هي الغرفة دي من جوه. حسب حالك. حسب عديني يا اسف. دخلني بس حاجة مش حاجة. مفيش حاجة. كل حاجة. وده التابوت. التابوت بتاعه. ننزل نتصور فيه ولا لا يجوز؟ ودي ورقة مكتوب عليها ممنوع التصوير داخل الهرم. بس احنا ناس ما عندناش دم وبنصور داخل الهرم. هاي الغرفة من جوه اهي، ملهاش أي معالم والله. ودي كشافات معمولة، وزي ما بقول لكم التابوت. واكتب عليها كابتن حلمي بوست صور. صورت فيديو؟ يلا خش كلنا هنوم النومه دي. دلوقتي بقى رحله الخروج بره ال اسمه ايه؟ بره ال البتاع اللي هو اللي اسمه الهرم ده، رحله عذاب عذاب. احنا دلوقتي خارجين من السرداب، رحلة الخروج بره بره سرداب الملك خفرع اللي معذبنا معاه، حاجة عذاب. شوفوا السرداب عامل ازاي، حاجة في منتهى القسوة بصراحة. شوف السلالم، سلالم غريب. يا طارق جاي معاك اهو، يلا رحلة الخروج برا السرداب ترارارا. ربنا يستر علينا بس ايه، وننزل بسلام. نزلة صعبة والله، وبعدين انا جاي لي شد، انا عندي شد. تم الخروج على بركة الله. في واحد يتركك جوه التابوت.
في حاجه جوه عشان الناس دي بتحسب فيه ذهب وياقوت. لا يا عم مش ده، في مقبره فاضيه خش اتعز واعرف اعمل لاخرتك. قلت انا عمال اقول له كده يقول لا ده بلا ذهب وياقوت. خد هنطلع من تحت. ايوه اي خد هنطلع في كنز سليمان. بص بص انا شايف السعاده في وشك. خرجنا بره السرداب، وده المنظر اللي احنا فيه. ايه لا 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 انا بتصور ده كده جاي اهو الهرم اللي عزبنا اهو. خرجنا اهو وتقريبا بقى متجهين للملك منكورع محمد حمدي. اهو متجهين للباص هنروح هنا اهو. احنا ماشيين بالباص ده هرم اهو. ورا حسان يا باشا. واحنا الوقت ختم وقال لهم كلمه. ايه قول قول قول. احنا الوقت ان شاء الله راكبين في الاتوبيس ان شاء الله وطالعين بالاتوبيس طريق ماشيين. منقرع اهو. وهنا منقرع اهو. ايوه. وجنبه هرم الصغير. ما هو منقرع هو الصغير يا عم. لا في بعد منه الاثنين الصغيرين دول. بتاع الوقت الغفير. هنشوف دلوقتي ابو الهول اللي هو اساسا الملك خفرع. وبالمناسبه يا جماعه الملك خفرع من اخره ما وعدش من نابليون. مدفع ياب عم ابو الهول اهو. ابو الهول اهو يا جماعه. عم ابو الهول على الارض اليمين. عم مصر على مناخير. بص على ابو الهول. ابو الهول على الارض اليمين مناخير واحد زي ما هي. سنين الزقالات منصوبه عشان يرمموا حتت. مش حاجه بتسلم.